قمة العقبة. الدم بعده ما نشف، بس هو نشف في وجوه ملتمة بان الهدف، والكل عرف انه الثمن من دمك ودمي. تتوقع اش يجي الفرج من قمة مبدأها العوج؟ لحسين بنفع او فرج؟ عمر الفرج ما بيجي من قمة. لموا بعضهم لموا بعضهم والأمل، السلطة تحتوي النضال، معلن هدفهم لا خجل، هدوا الوضع عالاحتلال. ما في فلسطيني حضر، أيوة ما في فلسطيني حضر، عذرا على بعد النظر، أفعاله كالعادي خطر، هو هالاسم زي كلنا متسمي. حضر الفلسطيني وطلع حتى ينال الاعتماد، مين اللي حيقود القمع في حق من صانوا البلاد؟ مين اللي أقدر على الرعب ويهدي هالوضع الصعب؟ هالعادي غمة عالشعب وانتو معه، غمة على غمة، خذ هالقناعة وانتظر فشلاني هالقمة. سلام.